واصلت المرأة البحرينية في حمل مهامها الوطنية وأداء واجبها العام وعلى كافة الجبهات الأمامية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، حيث ساهمت وبشكل فعال مع جهود المملكة التي تبذلها في مواجهة فيروس كورونا من خلال باقة من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للمحافظة على سير الحياة العامة. منذ اللحظات الأولى للاستجابة الوطنية لجائحة كورونا، لبت المرأة البحرينية نداء الوطن من خلال مواقع عملها وأدوارها المتعددة بصورة أسهمت في تشكيل وتطوير النموذج البحريني للتعامل مع الجائحة والسيطرة على تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل حضور المرأة البحرينية الواسع والنوعي في مختلف إدارات ومستويات ومنشآت القطاع الصحي، انعكس ذلك على حضورها المشرف في الصفوف الأمامية الأولى لمواجهة الفيروس، حيث تمثل المرأة البحرينية 75% من العاملين ضمن الصفوف الفريق الوطني لمكافحة كورونا. ولمساندة مساعي المملكة في مواجهة الجائحة العالمية، قدم المجلس الأعلى للمرأة باقة متنوعة من الحلول التحفيزية والإجراءات الاحترازية والوقائية والخدمات الطبية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للحفاظ على سير الحياة العامة والاعتيادية وتوفير كل ما يلزم لضمان استقرار الأسرة البحرينية بتلبية كافة احتياجاتها. وتواصل المرأة البحرينية بكل اقتدار في حمل مهامها الوطنية وأداء واجبها العام وعلى كافة الجبهات الأمامية والقطاعات الخدمية والإنتاجية للنهوض بالمسيرة التنموية للمملكة لتكون شريكا فاعلا في بناء الوطن والحفاظ على منجزاته الحضارية.